نحن الآن متواجدين في مدينة راجو، خلفي تماما كما نشاهد مظاهرة مركزية خرج بها الأهالي هنا في المدينة لإحياء ذكرى الثورة. معي هنا إحدى الحرائر المشاركات في هذه المظاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اليوم 12 سنة من الثورة السورية، شو بتحب توجه رسالة؟ أوجه رسالتي لجميع الفصائل يضلوا إيد واحدة متكاتفين مع بعضهم ليسقط هالنظام ونخلص من نظام الأسد، وللأمم العالم المتحدة كلياتها إني يحاسبوا على الجرائم اللي سواها بالشعب السوري. اليوم كيف عم يكون إصرارك للمتابعة بالثورة السورية؟ بيقولوا لي أنت ما بتطلعي بالمظاهرة، أنت مرة ما بتطلعي بالمظاهرة. بالعكس، أنا مثلي مثل أي شاب، أنا المظاهرة إلي لأني أنا دمي بالثورة. هنا في مدينة راجو خرجت هذه المظاهرة المدرسية لإحياء الذكرى السنوية 12 من عمر الثورة السورية. في الحقيقة مظاهرة تعمت في جميع المناطق المحررة، خرجت منذ اليوم 15 من شهر آذار وسوف تستمر للأيام المقبلة. ماجد العمر، حلب اليوم، من مدينة راجو، عفري.